يسري على درب الهداية والنقاء. رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء. تعالي يا أخية في رحابي لنصعد صوب علياء السماء، لنصعد صوب علياء السماء. رحاب الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الكريم، من الله علينا باللقاء وعدنا والعود أحمد لرحاب الطهر والإيمان في برنامجكم في رحابها. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوعا مهما ومحوريا. هذا الموضوع هو وقاية ووجاء لكل أسرة ولكل طفل ينشأ في رحاب الإسلام، حيث يكون على الطريق المستقيم وعلى الجادة وكيفما يحبنا الله سبحانه وتعالى ورسوله. سنتكلم اليوم عن موضوع التطرف الديني وكيف نحمي أطفالنا منه وكيف نحصنهم من كل هذه الانحرافات حتى يكونوا نشأا يحبوا الدين فعلا وينصره. نناقش هذا الموضوع اليوم مع ضيفة البرنامج الدائمة الدكتورة هلا سمير. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا يا منى بموضوعك الجميل. دكتورة، اليوم الموضوع ربما يختلف قليلا عن المواضيع السابقة لكن لأهميته ضروري أن نتناوله. بداية دكتورة، نريد أن نوضح للأمهات وللأباء عموما والمربين كيف تنشأ بذرة التطرف الديني؟ يعني كل الناس يحبون الدين، لكن كيف يحصل هذا الغلو الذي يؤدي بهذا الطفل الجميل أو هذا الشاب الذي يحب الدين إلى التطرف وإلى الأعمال الغير جيدة حقيقة؟ تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع جميل ويحتمل أكثر من وجه، إن شاء الله نعالجه النهاردة بما يتناسب مع أمور التربية الصحيحة والعقيدة الصحيحة في الدين. بنيجي نتكلم الأول عن التطرف، نقول يعني إيه تطرف ديني؟ تطرف ديني يعني غلو في الفكرة، في المذهب، في العقيدة. ده المعنى بيه. ممكن يبقى يختص بحزب أو بجماعة أو بأيديولوجية معينة. لما بتكلم عن التطرف إصطلاحاً، ده ضد الوسطية. بنقول التطرف إصطلاحاً ده ضد الوسطية. يعني إيه؟ يعني ربنا جعلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة. التطرف والغلو في الدين إصطلاحا معناها إن أنا ببعد كل البعد عن الوسطية، ببعد كل البعد عن الاعتدال بما لم يأمر به الله أصلا. يعني بص تلاقي من مجموعها أصلا بتقول بما لم يأمر به ويأمرك هم بيهم. المشكلة إن مظاهر التطرف دي بتبقى إيه؟ تعصب شديد. الشخص عنده تعصب شديد للفكرة اللي هو بيؤمن بيها، مش بس تعصب ويجبرك عليها ولا يقبل أبدا أي رأي أو أي حل شرعي أو أي حديث طالما أنت مخالف للفكر بتاعه ويجبرك عليه. النقطة الثانية يعني متعلقة بطريقة التفكير اللي هو الانغلاق و... صحيح، رؤية صافة، انغلاق وتشدد وغلو وإلزامك بالخطأ أو بالفكرة، ولو أنت مش على نفس الفكرة يبقى أنت عدوه وانت مش عايز اقول يعني يحل فيه كل حاجه بل انه يكفره والعياذ بالله. هو الفكره في ايه؟ الفكره ان لما بنيجي نتكلم التطرف يا اقصى اليمين حتى تلاقيهم كده يمين ويسار، الحمائم والصقور، متعايش وغير متعايش، يقول لك ده واحد متعايش مع الفكره واحد تاني عنصري، فابتدى في استقطاب باي فكر بقى. ما هو دلوقتي هو متعصب لفكرته، يشد عليك بيها، يلزمك بيها، يوصمك بالوصم الغير مناسب، حتى ممكن مجرد يطلعك من الملة وبتاع طالما انت مش على نفس الفكرة بتاعته. الفكرة يعني الخطر في الموضوع دوت بيبتدي منين؟ من الأسرة. ليه الأسرة؟ وأنا دايما يعني هبهدل دلوقتي ليه الأسرة وليه كأب وكأم أنا ما عنديش فكرة أو أسيب أولادي لحد لما يبقى عندهم الغلو، غلو في الدين؟ يعني ليه بيوصل للأمر لكده؟ ما هو إما انشغال، إما أنا مش موضوع التربية مش في دماغي، وقاعدين ومشغولين بالدنيا والهم والأكل والمعيشة والبتاع والمصاريف والفواتير والدنيا، فأنا ما عنديش تركيز على الهدف الحقيقي اللي هو أسأل عنه تربية النشأ. لما يطلع مثلا والله يا منى هذا يؤسفني، أما تيجي أم مثلا وتبقى المشكلة وجايبالي ابنها وبنتها بيناقشوني في وجود الإله، لا حول ولا قوة، يناقشوني في رحمة الإله،
وازاي ان الله سبحانه وافكار بقى وافكار كتير يقولك طب تمام، لكن هو خلق استغفر الله الكون وسابه. يعني الدليل ان سابه ان في ناس الاشرار وفي المافيا وفي ناس اللي بتموت. طب الطفل ده ذنبه ايه؟ طيب ده ذنبهم ايه؟ ماشي تمام. كلمك على موضوع قتل مثلا من امر الله عز وجل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدود يعني يقول لك ليه نقتل الحشره دي او الحيوان ده؟ يا ابني دي بتنفس نار يا ابني. النبي عيد الاضحى قريب هتطلع الديسكات دكتور. طب ده انا عايزه اقول لك بقى ان من ضمن الغلو ان تيجي لسه واحده مكلماني وبعت لي سكرينه لحد بيتكلم في التربيه ولا نعرف ايه، تقول لك لا ما تتكلموش ما تدوش اولادكم او في يعني محاذير شرعيه ان ابنك ياخد برمجه او يتعلم روبوت. ليه؟ عشان هيوصله للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ممكن يضره وهو ما عندوش عقل فيقول له موت فيموت. يعني انا امنع ابني. كيف وصلت النتيجه دي؟ تحسها مش منطقيه يعني حاجه يعني في فرق في فرق في فرق. وقبل ما اتكلم ودي فتوى ودي بتاع واحكم على غيري بالجهل وعدم كذا وانك بعاد عن الدين وهتعملوا كذا وهتعرضوا اولادكم، والام ذات نفسها تخاف من حاجه زي كده، لازم انا فاهمه انا بقى بتكلم فيه. وخصوصا في موضوع التربيه احنا بنقول ان علاج الامر ده يعني في الاول وفي الاخر بتاع تصحيح العقيده. انتوا عارفين ان من ضمن المخاطر، انا كاتبه لكم شويه حاجات كده، قلت انا هحاول اكتب من ضمن المخاطر بتاع موضوع الغلو والتطرف في الدين، مش بس سوء ظن، الزام الجمهور بالفكره المخالفه طالما ده رايي، وسوء الظن في الناس وتحملهم حتى لو هو بيكلمك بالدلائل، لا ما فيش ما تقوليش اللي انا مؤمن بيه بس، او استغفر الله بصي بقى اللي شيخي قاله لي. يا عم شيخك ايه؟ بقول لك قال الله وقال الرسول، تقول لي شيخي. يا عم بقول لك قال الصحابه والجمهور العلماء وجمهور الفقهاء اتفقوا على كده، يقول لك لا هو الشيخ قال كده وافتى بكده. ليه؟ وخصوصا فئه الشباب، يعني اللي هو الغلمان. كان حديث مين؟ كان حديث جندب تقريبا، وكان بيتكلم عن النبي، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا فتيان حضرتي، يعني لسه لا قربنا على البلوغ. والنبي عليه السلام قعد يحذرهم من الغلو في الدين والرفق ترفق بهذا الدين وهكذا وهكذا. ليه؟ بيبقى دايما في فتره اللي هو فتره 13 14 15 16 الفتره دي فتره تبني قضيه، والام الصح والمربي الصح اللي يخلي عياله في الفتره دي يتبنوا قضيه ويؤمنوا بيها. ويا حبذا لو تكون قضية إنسانية، قضية خاصة بالدين، أمر خاص جدا، لكن إنه يتبنى قضية. أنا بحب الدين، اللي يجي يكلمني بلسان ربنا هو غير يعلم، لا يعلم المصادر، لا يعلم التلقي من المشايخ الحقيقيين أو المصادر العلم الصحيحة الحقيقية، أمهات الكتب، مش رأي فلان. يقول لك أصل قريتها في رواية، رواية إيه يا عم اللي هناخد منك؟ يقول لك رواية ده كانت 700 صفحة دكتور. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت تاخد حكمك الشرعي برواية؟ أنت بتاخد تشريعاتك يقول لك لا ما هو كان على جوجل جوجل بيقول كده. قلت له أنت بتاخد بقت الفتاوى الشيخ جوجل دلوقتي. فنب المنابع وإنه يطلع ناس بلسان متلون وكأنه الشيخ المعمم اللي يؤخذ منه وهو جاهل. والله ولا يفقه في الدين شيء. ولا وغير معتبر واصلا فتاواه كلها خاطئه. ويجي يتكلم بقول لك لما يجي بنت 12 واخوها 13 سنه اكبر منها بسنه بيكلموني ان 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 لا مفيش اله واحنا نؤمن بقى ان ربنا وزع العقل على البشر، فاكثر حد حكيم في البشر هو ده اللي ممكن ناخده منه الحكماء. واكثر كائن معمر من السلحفاه. قلت لهم ايه انتوا طالعين ده بدين جديد ده ولا ايه؟ السلحفه هي المعمره، كرتون المدخلات اللي داخله ذات نفسها. كان في يعني مقوله جميله جدا، كان درس قيم للشيخ صالح المنجد بيتكلم فيه عن تصحيح العقيده، كتاب كبير مجلد، وكان بيتكلم في موضوع تصحيح العقيده الست اصول، وامتى ابتدي مع طفلي في تصحيح العقيده، وامتى اقول له عن الله عز وجل ومن هو الله وصفاته، لا لا اله الا الله، لا اله الا يا عم اعرف ما انت لازم تعرف يعني ايه التوحيد. ما هو لا إله إلا الله تدخلك الجنة لو أنت عارفها، لو عارف شروط التوحيد هي إيه، لو عارف معنى أن لا في الكون إله إلا الله سبحانه وتعالى، القادر الرازق القادر المقتدر صاحب العدل والحكمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه، هو النافع الضار، والاثنين يجوا مع بعض، هو الأول والآخر، الباسط والقابض. لازم أبقى فاهم معنى لا إله إلا الله، مش بس قل هو الله أحد ما أنا حافظ. طب وبعدين بس مش فاهم. نعم. فاحنا في نقطة مهمة ممكن هنا من خلال كلامك ان احنا
ركز عليها اللي هي نقطة الأمهات أو العائلات التي تحب التدين تركز فقط على موضوع حب الدين وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجانب العلمي الذي يحصن هؤلاء الأطفال ربما ربما هو من الآباء أصلا مفقود، صحيح، فالأبناء فقدوا. فنحب فلسطين ونحب الدين ونحن فداء الدين. الطفل عندما يكبر بهذه العواطف هنالك فراغ علمي يصدق من جاءه، صح. ليس لديه عقلية مثلا من شيخ يكون وكيف يكون والعلم كيف يكون والتعلم المنهجي الذي ينمي العقل يعني كل هذا عندما لا يوجد تكتفي الأسرة بالتدين العاطفي يحصل ربما هذا التطرف. يعني بصي خطر التطرف ازدراء الغير أنا عارفه، أنت لا أنا بلزمك وبجبرك ورافض فكرتك وبشدد عليك وبلزم جمهور العلماء وبزدري. تخيلي مجتمع في استقطاب بالشكل ده، كارثة. تخيلي مجتمع فئة بتنتقص فئة وانتوا الجاهلة وانتوا اللي مش عارفين واحنا اللي فاهمين. لما يجي بقى يعني اقول لك ايه ده الخوف كمان دلوقتي ايه انك تروحي تحفظي في مسجد ولا يبقى فيه دروس عن السيرة ولا العقيدة وهكذا، وتلاقي يعني السم جوه العسل بيدم تدريسه للأولاد بالفكر الخاطئ اللي بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة، اللي بعيد عن قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال العرفان، اللي بعيد عن القياس، اللي بعيد عن رأي جمهور العلماء واخد له هو رأي الحال. نعم. مستند لمين؟ للشيخ الفلاني. مين الشيخ ده؟ مين ده؟ طيب دكتورة، في حالة المراهقة خاصة تكون هنالك يعني كوكب خاص به وهنالك كتمان، كيف الأم تستشف مثلا بوادر أو بذور التطرف عند هذا الطفل؟ طيب هل هنالك أسئلة معينة؟ هل هناك؟ طيب بصي أنا هقولك على حاجة، بس عشان إيه أنا هزعق للأمهات دلوقتي. إيه أما تيجي أم وتبقى مش عارفة في سن صغير ابنها يقصد إيه من الكلام، ألوم عليها. في مرحلة التمييز لما تيجي أم وتفقد الحوار، أكبر خطر وأم تفقد الحوار مع ابنها في سن 7 سنين ويبتدي الابن يا يخاف يا يحجم يا مش عارف يعبر، ألومها. لما يجي في مرحلة 9 و10 والتكليف اللي جاي بعد كده خلاص 11، شباب بيبلغ في 11 و12 سنة، ويجي في الفترة دي عنده أفكار والأم ما تعرفش وتعرفها من صاحبه، ألوم عليكي. ولوم على الأب بعديها، لأن بعد 12 سنة خلاص يعني المفروض يبقى فيه رابط جوهري بينك وما بين ابنك، وما بيجيش من 12 سنة، بيجي من إعداد قبلها. ليه بنقول إن في الفترة دي الأم تكتشف؟ تكتشف فلتات اللسان، تعليقات ابني أو بنتي على المواقف، الرأي إن سمعت كذا. يعني مثلا كان في مسلسل كرتون ما ويتعرض على الأولاد وسن إعدادي، يعني سن إعدادي احنا بنتكلم من 12 13 14 أو 13 14 15، وبنيجي في سن إعدادي بيتكلموا على الأخطاء الشرعية وهم مش عارفين دي أخطاء شرعية، ولكن بيجابوها بما شافوا من الفيلم أو المسلسل الكرتون. أنا كأم فين؟ عيالي بيشوفوا إيه؟ اللي بيبحثوا عليه على الإنترنت وبيشوفوه فين الهيستوري اللي أنا بشوفه؟ حتى لو مسحوه بعرف أجيبه. إيه 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 أصحاب الأولاد بيروحوا فين؟ سمعت إيه النهاردة وماذا قال لك الشيخ النهاردة في المسجد وسمعت إيه؟ ما دي متابعة. أم تقول لك أنا ما عنديش المعلومات دي، أنا ببقى فرحانة وأنا على قدر المجال. عشان كده بنقول إيه؟ يا مشايخ ويا دعاء أرجوكم يعني كفانا مواعظ في الصومعات والمساجد المغلقة والأمور المرفعة. شوف ما طبعا بقول يا رب ده مسجد، الله ما بقى إيه ده؟ وانزلوا في الشارع، انزلوا للشباب، شوف الشباب فين وروح كلمهم، شوف فين محق الجيم نازلين جيم، انزل الجيم وشو روح كلمهم، الشباب في مركز الرياضة بتاع البلدية روح البلدية بتاعت الشهير المكان البلد اللي انت فيها وكلمهم، شوف البنات بيروحوا ايه واهتماماتهم وروحي شوفيهم واعملوا ان شاء الله تلموا من بعض ما وتقولوا يا جماعة حزبة لله، ونروح نشوف الافكار الشباب ونعرض عليهم الاسلام الصحيح، لكن نسيبهم من الأفكار التطرفية والأفكار المتشددة والغلو في الدين والأخطاء اللي بتحصل. أنهي مجتمع يطلع مجتمع إسلامي صحيح؟ ولا بيت يبقى ده داخل البيت في استقطابين وخناقات، وده ضد ده وده يدعي على ده وده يقول لده وده أنت كافر، واستغفروا في قلب البيت بسبب جهل المنظومة اللي موجودة وما فيش، بل ده مستهدف، والله ده اقول ان ده مستهدف على الاسلام والمسلمين. انا مش عايزه اتنرفز،
لكن انا نفسي الامور ديت على الاقل، يعني انا كنت جدلكم بتاع حوالي 6-7 خطوات ازاي ان انا ممكن اجيب واشد اولادي. القدوه، القدوه، التعليم بالقدوه. هو الولد هيجابه ويرد منين الا اذا كان عنده اب مثلا مشاف او كان عنده شيخ قدوه. فين لما بجيب النماذج ذات نفسها، نموذج العالم الفلاني، نموذج في النهارده كان عندنا يعني كانت اخت جايه ببنوته من البناتيت اللي اولادها لسه صغيرين، كان اخر عهد ابنها ده كان لسه 3 سنين، عاد ابنها دلوقتي في رابعه ابتدائي، وجابي كان يا ابني افتح معاها حديث ازاي انا هسيب الاطفال. قلت له تعرف اسمك مين؟ ده انت اسمك سيدنا عمر، على اسم سيدنا عمر بن الخطاب. تعال نقول على نفسي واحكي لك قصص عسل. يا نهار ابيض، حكايه سيدنا عمر مع الشيطان بقى. وانت عارف مين كمان من القاده؟ عمر المختار. قال لي انا شفت الفئه. قلت له شفت اللي هو بس ايه اللي ميزه؟ القران. ابدا ما يسيب القران. وما بنيجي نتكلم عن العلاج، يبقى العلاج بالقدوه، النماذج الصحيحه علشان اعلم بيها اولاد من قلب البيت. ما انتش عارفه هات مربي، ما انتش عارفه اعادي لحد قولي شوفي مكان مؤتمن وسالي فين المكان اللي بتعلم اللي بيعلم اولادي اهل الكتاب، اهل السنه والجماعه، وسن وطريق اهل السنه والجماعه. التذكير باسماء ربنا سبحانه وتعالى، ما بقول له الله ولا الرحيم ولا الرزاق ولا الكلام ده، لازم اعرف عن الكلام ده. ما انا برضو احاسب. ما فيش ام دلوقتي عيالها في السن ده الا اذا مرت بتعليم على الاقل جامعي او تعليم متوسط، يعني عندك مقدره على القراءه، عندك مقدره على التحصيل، انت لذاتك ولدينك. عرفي اولادك يعني ايه اسماء ربنا الحسنى، يعني ايه اسم الله يعني ايه اسم الله الدين، يعني ايه اسم الله الوكيل، يعني ايه اسم الله العليم. وليه العليم يجي مع الحكيم؟ وليه السميع يجي مع البصير؟ ما ده مش ده التوحيد. تصحيح العقيده بالتوحيد الصحيح، اعلم اولادي بالاسلوب الحوار والمناقشه، خصوصا من سن اللي هو ال 12 وانت طالعه المراهقه المتوسطه دي اللي بيتم استقطاب الاولاد بيه. اللهم بارك. كل شعب يبقى وكل يعني مجتمع عربي في جزء يحب الله عز وجل ورسوله، في جزء خاص بالقران. يعني اهل ليبيا اهل القران. هات الطفل هو بيتكلم كده، تعال شوف مخارجه، ومعروف اكثر الحفظه في 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 ليبيا. اما بنيجي نتكلم على البلد اللي يقول لك احبره لك تحبيرا، يمن. احبره لك تحبيرا، اليمن. طيب اخد كل ميزه من كل حد، واقول تعالوا ما نتعرف على الكتاب، تعالى السنة، تعالى ما نتحرك، واجيب العالم والاستاذ والعوجة اللي هو ذات نفسه عنده العلم الحقيقي، عشان اما يجي عنده الاسئله يحاوروا فيها. نعم كمان بطر. اسلوب الاثاره يعني ايه؟ ان هو لو حصل كده يحصل ايه؟ طب وانت فكرك كده هو ده صح؟ طب ما تيجي نفكر، طب ما نيجي نشوف، طب ما نيجي نقيس على ما فعله الصحابه. اسلوب التامل والتفكير ده برضه من تصحيح العقيده، تامل في الامر وشوف كيف حكمه الله عز وجل فيه. اسلوب ضرب الامثال، ودي من افضل الاساليب اللي خدها القران، كله في القران. انا بص خلصت الحلقه بس عشان ما تقعدوش تقولوا لي الاتصالات، خلصت الحلقه. القران، تفسير القرآن، معاني القرآن، السور اللي جت، المواقف، هو بيعيش في حالة نفسية وبيتقمص أدوار الله عز وجل سواء من الأقوام أو من الأنبياء، ويعرف الردود ويبتدي يحاكيها في الحياة. والدعاء، احنا ملناش إلا الدعاء. زمن كله احنا هنلاقيها منين ولا منين، والفتن منين ولا منين. عايزة تنجي ابنك صح، علميه صحيح العقيدة، علميه عقيدة سليمة وسيبيه. السؤال اللي الاخير معلش اختم بيه، هل صح لو اولادي ما يعرفوش حاجه عن حاجه عن الغلو او التطرف او الجماعات او المذاهب، اعرفهم في ظل انا عن نفسي كنت اقول لا الاول لما يتعرضوا لموقف ومحاكاه لي نتكلم، اما دلوقتي والله لو انت قاعده ومخبياهم هيجيلهم من الدش والراوتر والدنيا وهيجي يسالوا وهيعرفوا هيسمعوا منك خير ما انا هم. اما اصحح انا ودي المعلومه الصح، خلاف ما ياخد نص معلومه من هنا ويضيفوا له 1000 مليون معلومه غلط عليها. صحيح، جزاك الله خيرا دكتوره. الله يبارك فيك يا رب ينفع بيك. دكتوره، اولا سناخذ سؤال جاءنا على بريد الصفحه في رحابي على الفيسبوك. سائله تسال وتقول: السلام عليكم ورحمه الله، انا فتاه عمري 25 سنه، توفي أبي منذ 2 سنين، وأعيش مع أمي وإخوتي الذكور. أخي الذي يكبرني ب2 سنين متحكم في كل شيء يخصني، دائما يتخاصم معي، يخلق مشاكل في البيت، وكل ما أتوظف في وظيفة يحلف علي أن أتركها قبل أن أتم الشهر الواحد، ويخبرني أن لن أخرج من البيت مرة أخرى، رغم أن والدي رحمه الله كان يشجعني ويتمنى أن أكمل تعليمي وأتوظف. أنا متضايقة جدا، أصابني الحزن
أخي أشترط علي أن أستأذنه عند الخروج من المنزل وهو كثير السفر، فهل لو خرجت دون علمه علي ذنب؟ مع العلم أنني أخبر أمي، أريد نصيحتكم جزاكم الله خيرا. يعني هو أكبر منها بسنتين وبيتحكم فيها، أبوها نعم. عايش وأمها عايشة، أمها عايشة أبوها متوفي، وهو اللي بيتحكم. لا سيبي ده واعملي نعم. هل بيلاقي مثلا يعني أخطاء شرعية في الوظيفة؟ لم تذكر، لم تذكر. ليه هل ليه يعني مثلا ليه بيخليها تسيب الأمر؟ هي بس قالت شو، لأنه متحكم في كل شيء يخصني. طيب يبقى العم، نحط العم أو الجد أو الخال بيحكموا في هذا الأمر. يا جماعة ده أمر وظيفة وأنا بدأت فيه، وأخويا يعني متعنت عليا ويعدل عليا هذا الأمر وكذا، دخلي حد كبير. الأمر إن أو كلمي والدتك تكلمه، يعني ما هو ما ينفعش يفضل الأمر بالشكل ده بدون أسباب. يعني ليه بيخليك تمشي؟ هل شاف أمر خطأ شرعي؟ هل شاف في خطورة أو غلط هيجي عليكي أو أذية هتتأذيها؟ لا، لو مش كده هو دماغه جاية كده، لا حد أكبر منه يتقعدله، وإن شاء الله نروح نجيب ابن عم العم الكبير بحيث ان هو يبقى حاضر الامر ده ويحكم ما بينكم، ونقصل انت ليك عليا كذا وليك كذا وهكذا، لحد يا بنت ام الله عز وجل يمن عليكي وبالحسنى بقى زوج صالح وهكذا وبالحسنى. نعم. الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رب. الله بارك الله فيك دكتوره. دكتوره الان نستقبل اتصالات، لكن في القبل نذكر جمهور الكريم ان الارقام التي يمكنكم الاتصال عبرها موجوده على الشاشه، سواء الهاتف الثابت ام الفايبر مذكوره على الشاشه، ويمكنكم الاتصال عبر هذه الارقام ان شاء الله. بداية نأخذ سمر من مصر. السلام عليكم يا سمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك سمعني؟ نعم نسمعك، تفضلي بالسؤال. أهلا بحضرتك طبعا، وأنا فرحانة جدا أن أنا دخلت معاكم ومع الدكتورة هالة، نفسي أتواصل معاكم من زمان. نورت. ربنا يجزاها خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتها، اللهم آمين يا رب. آمين. العالمين. نعم. وكان سمر تفضلي. قطع الاتصال يبدو مع سمر. فاطمة من الجزائر، السلام عليكم. فاطمة. وعليكم السلام. تفضلي فاطمة. نعم. وعليكم السلام. بسؤال الدكتورة. نعم تفضلي بالسؤال. ابني عمره سنة. نعم. لما يكون يلعب بألعاب ثم يغضب، يضرب رأسه أحيانا مع الجدار أو مع الأرض، ما معنى هذا التصرف يعني عندي؟ نعم. فقط. واضح سؤالك، إن شاء الله ربي يحفظ لك ولدك. تجيبك الدكتورة، شكرا لك. معنا ندى من طرابلس. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا ندى. أهلا بيك، مساء الخيرات لحضرتك الدكتورة. شكرا لك. أنا متتبع لبرنامجكم غالبا يعني. نعم. وفي يعني استفدت منا أمانة. أحيانا ممكن أختلف مع الدكتورة في بعض الأمور. نعم. ولكن في عمومها يعني تعجبني آرائها كذا. فحبيت أستشيرها في فكرة، أنا أشتغل موضوع البرنامج اليوم للأسف. نعم. موضوع اليوم على التطرف، كيف تحمي الأسرة أبنائها من التطرف الديني؟ والله هو موضوع مهم، خاصة أن عندي ابن بين قوسين يعني داخل مرحلة المراهقة، وما بحبش نسميها مراهقة، نحب نسميها مرحلة النضج. والله بالنسبة لي أنا كان محاولة من مراقب يعني دائرة المراقبة العائلية للأطفال وهيك ومرهية، وننصحه ويقروا في الجامعة ونحاول نسأله مثلا الشيخ البرنامج وشن الأمور هي. نعم. لكن أنا عندي سؤال شوية بعيد عن الحلقة. تفضل دكتورة. نعم تفضل. أنا ابني يعني حافظ أجزاء من القرآن ظهر. نعم. يعني ثلاث الربع، وتو فاقد الرغبة نهائيا. نعم. تعرض شوية لعنف من الشيخ، وغيرنا بعدين الشيخ الجامعة وكذا، لكن تو فاقد الرغبة هيك ما عشان دنيا، فأنا نجبر فيه إجبار يعني بالعقاب بالحمال، تحفظ مرة أنا أعطيك كذا. بشتى الطرق. نعم. ومنها العقاب، من ضمنها احيانا يعني نضرب فيه مرات كيف طبعا تو كبر ما عادش نقدر نضرب الشاشة. نعم. للاسف للاسف يعني. على العموم، فهل لي طريقتي صحيحه؟ نعم. يعني كيف ممكن نتصرف؟ نعم. يعني هو كان الرغبه خلاص تعني لي خاص به بنص، لكن بعد ما نسلم ونختم عاش تقولي لي اقرا هيك بالطريقه هذه يعني ردودة. وكان كم عمره هو؟ ما يقول لي ماشي. كم عمره؟ عمره 13. نعم. عمره 13 سنه. نعم تمام.
وطبعا هذه حتى اخوتي اللي اصغر منا، لكن ما زالت الرغبه موجوده الحمد لله عندهم على قلبي بنسبة، ولكن بنفس الطريقه حتى هم يعني حاول. نعم. هو طبعا شنو يقول لي انا ننجح في التنساس في المدرسه، نقرا كل شيء في المدرسه. لكن خلاص انا عيت ناس تقول لي يمشي للجامعه، وانا يمشي للجامعه من لما عمري 6 سنين، فتحسي زي الرغبه خلاص. نعم. فانا ما عرفتش كيف نرجع على الرغبه. نعم واضح سؤالك. شكرا لك يا ندى، تجيبك الدكتوره. انا بالاصرار عليه، وان رابطت له يعني فكر النجاح في الحياه والتوفيق بانك انت تحفظ القران وكذا، هل هذا صح ولا نعم في خلل معي؟ نعم تمام واضح سؤالك. تجيبك الدكتوره، شكرا لك. دكتوره اولا نجيب سمر، للاسف انقطع اتصالها قبل ان تسال. فاطمه من الجزائر، ابن عمرها سنه يلعب بالألعاب، ثم بعد فترة من اللعب يغضب ويضرب رأسه بالحيط أو بالأرض. سنة نعم. يعني هي لا تعرف ما هذا التصرف، كيف تتعامل معه؟ الأول لازم تروحي تعملي تحليل، هتعملي أشعة على الكهرباء على المخ، وهيشوفي طبعا دكتور مخ وأعصاب، وتشوفي لأن ممكن يكون في أمر، يا إما أمر خاص بالتوحد، يا إما أمر خاص بزيادة كهرباء في المخ، الاثنين يعني. ونشوف هيقول ايه. وكويس سنة وان انت اكتشفتي حاجة زي كده، لان في اطفال عادي بيبقوا طبيعيين خالص، ومرة واحدة تلاقيه بالربع ساعة بيهبط راسه وما بيسكتش وما بيرتاحش غير كده، يعني هو ما بيرتاحش غير كده. فطبعا بتروحي تعملي التحاليل وتعملي الاشعة دي وتشوف الدكتور هيقول ايه، ايا كان التصنيف اللي هيقوله لك واظبي عليه وتابعي، سواء مع الدكتور بتاع المخ والاعصاب او دكتور السلوك بعد كده. ما تهمليش، الله سبحانه وتعالى يتم الشفاء على خير يا رب، اللهم امين. امين يا رب. طيب ناتي لسؤال ندى من طرابلس. نعم. ابنها عمره 13 سنه يحفظ القران من عمر 6 سنوات، والان تجاوز الربع. حاليا فاقد الرغبه تماما في الحفظ. غيروا الشيخ باعتبار انه تعاقد من الشيخ، لم يجدي هذا التغيير، استعملت معه المكافاه والعقاب وحتى الضرب يعني، لكن هذا لم يجدي، ويتحجج بأنه ممتاز في المدرسة يكفي هذا الأمر، أو أنه إن حفظ القرآن خلاص سينقطع عن القرآن تماما. فهي تسأل هل طريقتها صح وإصرارها هذا والإلحاح صح، وكيف تتصرف لتعيد إليه شغف الحفظ؟ طيب أولا يعني موضوع حفظ القرآن والإلزام به، والله أكاد أجزم في هذا الزمان ليس لنا حل إلا ذلك. طبعا يعني انا دايما بقول خليهم يحفظوا بحب وبالتشجيع، تمام، فتره صغيره، لكن سن 13 انت خلاص فاهم وعارف. سحب امتيازات ومع التشجيع، سحب امتيازات مع التشجيع، سحب امتيازات يعني ما فيش نت، ما فيش موبايل، ما فيش الخروجه اللي بتعملها، عليك جزء وعليك ورد لازم تخلصه في الحفظ. حفظ القران زي هو خلص ربع ياسين. نعم تجاوز الربع. طيب هانت والصحبة اللي حواليها وليه، والله دراسة، يعني أنا مش يعني مش عايزة أقول كلام نوخذ بيه على الهوى. نعم. دراسة إيه أنا حاجة أنت وهي دراسة إيه، وأنا لما بطلع وبجيب امتياز كلية هندسة وخمسة أو ستة، اسمعوا معايا اللي أقول لكم دول، خمسة أو ستة ناجحين، وده الأول جايب امتياز مع مرتبة الشرف، والتاني جايب جيد جدا، والتالت جيد، وهكذا، وراحوا قدموا في شركة، أنا كمدير شركة أقبل بإيه؟ باللي جايب امتياز، ولا اللي جايب جيد جدا، ولا جايب جيد، ولا ده ولا ده ولا ده، اللي معاه مهارات، اللي معاه دورات لغات، اللي أنا أقدر أخده عندي في الشركة يفيدني. بخبرته وبمهاراته وباللي خده تعليم الموازي، ممكن يكون داخل الجامعة برضه نفس الكلام، مش شرط يكون بره الجامعة يعني. لكن يعني ايه احنا دايما بنتكلم في الموضوع دوت، ودايما تيجي له تقول لي الامهات يعني ايه، لا يتعلموا، ولكن يبقى عنده رقم واحد القران، حفظه، معناه، تفسيره، المسابقات اللي بتحصل. انا شفت مجموعه من الامهات في اسبانيا، وكنت عايزه افرحك على القصه دي نسيت اقولها لي، بس بقى الغم اللي احنا يلا نحكي في السياره واحنا جايين. المجموعه دي اتعمل بتقول لك مفيش اي حاجه ولا في اي ولا الكلام، واحنا اصلا في منهم اسبانيات يعني هم مسلمين اسلموا،
وما عندهمش. فتقول لك طبعا نظره المجتمع خلاف ما تبقي انت عربيه مسلمه، يعني الوضع نعم. مختلف يعني. فعملوا ايه؟ عملوا موضوع التحفيز بتاع الصور دي، وكانوا فرحانين قوي انهم خلصوا الخمس اجزاء الاخاره جدا، وكان ده بالنسبه لهم يعني التحفيز. هتعمل دوت وما كانش في سحب امتيازات لان الاولاد كانوا مستجابين كل ما بيبقى صغير. لكن لما اشد شده والاب يقول له كذا، ما تبقاش تكمل لا معرفتك ولا فهمك ولا تفيدك علوم الدنيا بشيء لم يزاحم فيه القران، وما زاحم القران شيء الا بركه. فطبعا مره في مره عشان يعرفوا ان ده امر زي كده، امي مهما هنعمل مش هتسكت، هي مش هتسكت لما اجيب لها الصفحه، مش هتسكت لما اخلص الخمس ايات. فبس هي كده سكتها واحفظ. مره في مره غصبا عنك كان في اب، انا عن نفسي كنت بلوم على الاب ده ماشي، يعني هقول لك المعلومه دي، وكان يشد على ابنه الشددان رهيب، يعني بعكس احنا ما كان يعني ايه في بيتنا يعني مع الاولاد لا، وكان مستهدفنا واحد، لكن هو كان ابنه كبير شويه، كان يصحيه من النوم وقال له انا بعدت عنك غصب عني وعنك فتره 7 سنين، انا عايز اعوض ال7 سنين دول. فكان يشد عليه ويقوم مش عايز يجيب له ميه ساقعه ويعمله احفظ احفظ احفظ. هذا الشاب يبقى نايم وتجيب المصحف جنبه، تجيب المصحف كده تمام وهو يقرا وهو نايم، وشوفي كده الكلام وهو اللي بيقوله زي المصحف، ولا غلط ولا غلطه ولا غلط، حافظ المصحف كده الملك بتتشرب كده وكعينه، وحافظ القرآن حفظ متقن بدون أي شيء. هو طبعا ما شاء الله دلوقتي أستاذ دكتور في القراءات يعني ما شاء الله. لكن الشاهد إيه؟ الشاهد إن يبقى الابن يوصل له، وده ودي الفكرة، يوصل له يا ندى اسمعيني، يوصل له حاجة واحدة بس، مستهدفنا القرآن. ولو طلعنا بالجيل ده بالقرآن حفظا وفهما وسلوكا وعملا ومراد الله عز وجل، والله ما هنخاف على الجيل. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإيانا وأولادكم حفظ القرآن والفهم والعمل بيه. آمين آمين يا رب. بارك الله فيك دكتورة. معنا اتصال أم علي من الخمس. السلام عليكم أم علي. أم علي يبدو أن الخط انقطع. معنا آلاء من مصر. السلام عليكم. السلام. ألا تفضلي. معلش لو سمحت كنت عايزة صوتك يتقطع يا ألا، خليك في التغطية. ألا ألو. نعم يا ألا تفضلي. معلش لو سمحت كنت عايزة أتواصل مع دكتورة هالة. نعم تسمعك الدكتورة تفضلي. لا اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. اسمعك تفضلي يا علاء اتفضلي. لو سمحت يا دكتورة انا كنت بس عندي مشكلة في البريود، فهي بتجيلي بس بتنزل حاجات بسيطة خالص. منتظمة في المجيء لكن الكمية قليلة جدا. نقطة بس وخلاص مش بشوفها ثاني. تمام سؤالك بقى ايه المشكلة في كده؟ مش فاهمة. لا لا المستعان. حاضر اجاوب. شكرا لك يا ألا. نسجل في السؤال. نسجل في السؤال. طيب معنا اتصال ام محمد من ليبيا. الو. اهلا يا ام محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتورة؟ الحمد لله. كيف حالك محمد؟ والله إني أحبك بالله كثيرا، وأتمنى أن الله العلي القدير أن يجمعني به قريبا يا رب. وإياكم أحبا الله أحبك الله يا رب. تفضل سؤالك أم محمد. أنا من ليبيا يا أختي. أنا بنسأل دكتورة، عندي بنتي صوتك قطع شوية معلش أم محمد لو تعدل التغطية. مريضة بمرض من السرطان وهي في المرحلة الأخيرة وتعبانة، وبنتي منهارة يعني منهارة. سنها كم سنة؟ مش عارفة كيف نقول لك. أنا قلت لك عندي بنتي. نعم. ألو. نعم. سنها سنتين وهي تعبانة ومش عارفة كيف نصبرها. أنا بنتي منهارة وأنا وحدي منهارة على حفيدتي، يعني نبيك تدعي لها وتدعي لي، يعني كيف نتعامل مع بنتي كيف نصبرها؟
أرجوك يا دكتورة وادعي لي أن نتلاقى بك قريب إن شاء الله. بارك الله فيك يا أم محمد. سمر من مصر، السلام عليكم سمر. طبعا قطع الاتصال. طيب معنا أم عبد الله من طرابلس. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟ الحمد لله، أهلا بك. لو سمحتي يعني بنزل الدكتورة. نعم تفضلي. أنا عندي ولد معاق. نعم. مريض متخلف، عرفتي؟ نعم. وما يصيمش في رمضان، وتو عمره 25 سنة، هل يعني نفدي عليه الصيام ولا لا؟ تمام. نعم تمام، شكرا لكم عبد الله. معنا ملك من فلسطين. السلام عليكم يا ملك. نعم ملك. ألو. نعم أهلا يا ملك. ملك تفضلي. طيب ملك انقطع الاتصال. معنا عبد الله من العربان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. ربي يعوضك مع الحق إن شاء الله. بارك الله فيك. والله إذا إن أهل القرآن وحفظ القرآن هذا يعني عندهم فضل على الله. نعم. وخاصة لكن عندما يعطوه بعض الميزات، في عهد جمال عبد الناصر قال يحفظ القرآن يعني يعفى من الجيش، فكثير من الآباء قال يحفظوا في عهد قدافي يحفظ القرآن يعطوه من عدد الشهادة الجامعية وسبقات زوائد. نعم. فبعض الميزات والتشجيع الناس تقبل على حفظ القرآن. نعم. ولكن المهم هو العمل بالقرآن، يعني جاهدوا في سبيل أموالكم وأنفسكم، يعني عدة حياة، تأمر بالجهاد والأمر بالمعروف، وأهم العمل بالقرآن يعني، والحفظ ممكن فرض كفاية إذا قام به البعض فقط عن البعض، ممكن له واجب على جميع المسلمين والله أعلم. لكن أكيد أهل القرآن وأهل السنة وعلى فهم الصحابة أكيد هم الطائفة المنصورة بإذن الله. نعم. لأنهم يعني يقومون بكل الأعمال من صدقة، من زكاة، من جهاد، من حفظ، من قيام، من إنكار المنكر، أكيد. نعم. طريق الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. دكتورة، نجيب عن الأسئلة. آلاء من مصر تسأل عن العادة الشهرية أنها تأتيها متقطعة وقليلة جدا، ما تفعل؟ روح لدكتورة نساء. يعني روح لدكتورة نساء وتشوف، عادة بيبقى ناقص فيتامين الحديد. الحديد هو اللي بيعمل كده، ويا إما بيأخرها يا إما بتيجي قليلة أو بتيجي غثيرة، يعني على حسب. ودكتورة نساء هتحدد لك وتظبط لك حباية بالنهار وحباية بالليل، وبتتواظبي عليها 3 شهور وإن شاء الله الدنيا بتتزبط تمام إن شاء الله. أم محمد من ليبيا تسأل، حفيدتها مصابة بالسرطان المرحلة الأخيرة. نعم. وبنتها يعني منهارة تماماً. نعم. حزناً على ابنتها، وهي أيضاً حزينة على حفيدتها. نعم. كيف تصبر وكيف تصبر ابنتها على هذا الابتلاء؟ نعم. وطلبت منك الدعاء طبعاً. طبعاً، يعني قال الله في البداية باسم الشافي المعافي إن هو يشفيها شفاء لا يغادر سقما، الله سبحانه وتعالى يربط على قلوبهم بالتقوى والإيمان والصبر والسلوان، اللهم آمين، وأن يلهمهم الرضا وليس الصبر فقط، الرضا عن الأمر. بصوا، أنت تقولي لها كالآتي أو سمعيها المقطع ده: يا بنت الحلال، هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار اختبار، الله سبحانه وتعالى بيختبر كل عبد تحب ربنا. نعم. مؤمن بالله. أيوة نعم. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، اختبار من ربنا. هاي مين اللي هيحسن التصرف؟ أنا يا رب. مين هيصبر؟ أنا يا رب. ومن يعني اللي بياخد يعني، أو الله سبحانه وتعالى يعني يبتلي الأم في والدها، يعني صعب، أمر بيبقى صعب على النفس وصعب، ولكن احتساب الأمر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أبقى، والحمد لله الذي أعطى، والحمد لله ما يعني أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. الأمر ده محتاج، هو اللي بيعطي، هو اللي بيغفر، هو اللي بيشفي، هو اللي بينفع. الله سبحانه وتعالى نصبرها، إن يعني لو لا قدر الله، استغفر الله، يعني لو لا قدر الله الله استرد أمانته، إيه اللي هيحصل؟ لن تدخل الجنة إلا بدخول أبوها وأمها. يحفظها القرآن سيدنا إبراهيم. صبرت وقالت الحمد لله يا رب، بني لها بيت من الحمد في الجنة. كل دية ثوابات. ليه؟ بس الأمر صعب، الأمر صعب. أقبضتم فلزت كب؟ نعم. ماذا قال؟ حمدك واسترجع.
فالأصل ربنا يشوف تصرفي أنا إيه. لكن هذه الدنيا ليست دار استقرار، وإحنا إن عدنا طولنا، لكن هو الواحد بيسعى بعد كسو صغيرة ده لسه كذا متعلق بيها سنتين، ده دوبك يتبسط، ده قالت بابا، ده قالت ماما، حاجات كتيرة. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى يخفف عنها ويشفيها، وفضلي دايما دعي لها وطلعوا لها صدقة بنية الشفاء، وودعوا ربنا سبحانه وتعالى هاتوا لها ماء زمزم وتغتسل بيه، ربنا يطيب على قلبها من الألام اللي هي طبعا بتشوفها البنت. لكن في الأول وفي الآخر نعرف حقيقة الدنيا، إحنا مش مخلدين فيها، مختبرين ليرى ويبلوكم. أنا يا رب، أنا يا رب هنجح إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يصبرك ويجعلكم آمين من أهل الصبر والرضا، اللهم آمين. آمين يا رب. ملك عادت إلينا، نأخذ ملك. السلام عليكم يا ملك. وعليكم السلام، تفضلي. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله دكتورة. الحمد لله، تفضلي. دكتورة أنا والله مشكلتي متزوجة يعني لي سنة تقريبا. نعم تمام. أنا ساكنة في بيت لحالي، بس بيت يعني دار حماي تحتية. نعم. دار أهل زوجي تحتي. نعم. دائما يعني أكل وشرب وكل شيء تحت. تمام. نعم. ألاقيهم يعني فجأة ما بلاقي غير إيش الجنة، ببطلوا يتكلموا معاي أو إيش، أو مثلا باجي مثلا بمسك حاجة في البيت أو إشي بتقعد تحكي لي ما تمسكي ما تعمليش إشي، تزعل تتجنب كل إشي. أنا باخد على خاطري يعني، ببطل مثلا بدي أمسك حاجة ولا بدي أكل ولا إشي، بتصير مشاكل كتير ما بينه وبين زوجها هذا هذا الإشي. نعم. فهم علي؟ نعم. مثلا بحكي له يعني انا بدي استقل مع نفسي يعني عشان بديش يصير مشاكل ما بيني وما بينه، بصير يحكي لي مثلا طلاقكم وانك تستقل لكم تاني. نعم. انا مش عارفه يا دكتوره ايش اعمل في هذا، انا بدي اكسر كلامه يعني مثلا واعيش مع نفسي وهذا، وهم مش يعني مش قادرة أنا أستقل معاهم، إن أضل هيك معاهم في هذا الإشي وهم إيش متجنبيني. يعني باجي مثلا أتكلم معاها فجأة بتفوع علي وإيش بتصير تفكرني بتحكي لي بدك تاخدي ابني مني وبدك أبصر شو مش عارف إيش، وأنا لا بتدخل فيهم لا في طالع ولا في الناس، بس هي ما أخذ هذا الإشي عشان يعني هي اللي ربت ابنها، يعني هي ابنها يتيم وهيك منه هو صغير. نعم. فهي ما أخذ إنه إيش إنه أنا مثلاً دا أخذ ابنها منها. نعم. أنا والله من زمان بتكلم معاك إنه مش عارفة إيش بدي أساوي، بدي إياك تلاقي لي حل. أستمر. وزوجك ما هوش متعاون في الموضوع يعني. زوجي. زوجي بيحكي هذا يعني دير بالك عمي يعني كيف بحكي لي، اللي بحترمي امي بحترمني استحملي هيك بحكي لي. نعم نعم واضح سؤالك. معلش ماشي يعني وهذا يعني امي حساسه، امي اي شيء موقف هيك بتحسس منها، معلش استحمليها يعني مش ماشي. نعم نعم مش مشكله. واضح يا ملك، تجيبك الدكتور ان شاء الله فيما تبقى من وقت البرنامج. دكتورة عندنا سؤال أم عبد الله، سؤال فقهي طبعا. هي تقول لديها ابن متخلف عقليا أو معاق عقليا. لا يصيم، هل تفدي عليه أم لا؟ رفع عنه القلم أصلا لا يسأل، وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبله ويجعله دايما الناس اللي بتبقى عندها طفل أو شخص بالأمر ده وطفل وربطه وصبرت عليه، إن شاء الله يبقى باب ومدخل من الجنة بإذن الله إن شاء الله. طيب نجيب عن سؤال ملك، ان هي متجوزه من سنه وساكنه فوق بيت اهل زوجها. نعم. طبعا هذا سؤال كثير ربما مش نعم. ملك فقط. فجاه يعني عندما تنزل فجاه تلقاهم مقاطعينها، او فجاه يقولها ما تلمس شيء من البيت. ما ايه؟ لا تلمس شيء من البيت، لا تمسك شيء يعني. فتصير مشاكل بينها وبين زوجها لاجل هذا الامر، وهي تريد الاستقلاليه. فقط زيارات للبيت الأسرة هي بتقول تحت. ساكنين تحتيها في نفس البيت. نعم تمام. فأحياناً الأم تقول لها أنت ستأخذي ابني مني. هو يتيم رباته وكذا، وزوجها يقول لها استحملي واصبري وهذه أمي، أمي شخصيتها حساسة. تمام. بصي يا ملك، أولاً أنا عايزاكي الأول تحتسبي هذا الأمر لله عز وجل. الأمهات لما بتكبر بقول فين الأولاد وراحوا فين الأولاد، يمشوا كل واحد هيتزوج ويسيب أمه،
ولكن خلينا في البداية أقول لك على حاجة جميلة أوي. ما تلمسيش حاجة من البيت، قول لهم تمام تمام، الماس والألماز والزبرجد والياقوت نلمسه تمام، ما تلمسيش. يعني فكري كده بدماغك، ايه الضرر اللي هيعود عليك؟ تمام، وانا كذا وانا ما ينفعنا ما ماشي. عايزه تستفزك يعني، عايزاكي تغضبي، عايزاكي تطلعي كلمه يعني، ما تديش الفرصه دي للي قدامك انك تكوني مستجيبه لمثير الغضب اللي هم بيعملوه. ما تبقيش، ما تستفزيش، ده رقم واحد. رقم اتنين، بلاش نحط الزوج في سندان ما بينك وما بينها، وخصوصا ان هو ولد وحيد ودي امه وهي خلاص بقى لوحدها وقاعد مع بيته ومع مراته ومع عياله وسايبني وانا كبرت وانا عجزت وما فيش. تمام، بالراحه. إيه بيفتعلوا مشاكل، ما عايزه تعتزل، انت معتزله، انت فوق في حالك وكذا، لكن انا اعمل ايه؟ هما بيخلكوش تنزلي وبينغصوا عليكي وبتوم عليكي. عملتي اكله حلوه، ودي اكل انا عامله عصير، اتفضلي. ولا بقول لك ثبت ان العصير امر مش صحي دلوقتي. عملتي طبق فيه مقلوبه جميله، اتفضلي. عملتي كذا، خدي خدوه. يعني انا اعرف زوجه والله صبرت على اذى حماتها سنوات، وكانت تيجي تعطيها الاكل وتقوم جايه كبهولها في الزباله قدامها، تكبها في سله القمامه. ايش ايه القرف ده؟ وايه مش عارفه ايه؟ تقول لها طب سيبيه لعيالي ياكلوه، بترميه ليه؟ الاصل الاحتساب. يمكن يا بنتي الله عز وجل يعني الحمد لله ما ابتلكيش في زوج بيدخل قرش حرام، ولا زوج استغفر الله بيجيب في النساء في الحرام، ولا كذا، وده ابتلائك. وشايفاكي بتغير، بتنرفز عليكي، بتعمل ماله زوجك؟ ما انت بتروحي تنكدي عليه ليه بس؟ ما تنكديش عليه، وبالراحه معاها وبالراحه. حاضر يا امي، الله يصلح حال، حاضر. طيب شوفي انت كلمه حاضر بتريح، واللينه ما بتنكسرش. لكن مين اللي بتكسر؟ اللي واقفه هو كده وحدكم وغلطانين؟ اه طبعا غلطانين، بس دايما واقفه. ما تاخدي اللي هتاخدي الابيض ولا هتاخدي فوق دماغك كلها غلط، ست كبيره هنعمل ايه؟ هنغير الناس الكبيره، بس بالراحه. أساءت إليكي أنت أحسني إليه، هكذا أخلاق المسلمين. ليه؟ لأن إحنا ما بنعاملش البشر، ولا بنعامل حماتي اللي بتقوم زوج، ولا بنعامل زوج، ولا الكلام ده، ولا عشان هو يرضى أصلا ولا ما يرضاش. الله عز وجل، وأنت عايزة مبتغاكي من الله عز وجل، أدعو الله يجعل لك من اسمك نصيب يا ملك، وتبقي فعلا يعني بصفات الملائكة الطيبين. لن يغنيك إلا هذا الأمر، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولك بالخير، اللهم أمين. يعني أنت خضتنا وفي الآخر بتقول في آخر دقيقة ربما دكتورة ملخص بسيط للأمهات في التنشئة التي تؤدي إلى خروج مسلم سوي معتدل محب للدين. القدوة في البيت، أعمل له نماذج من الصحابة ومن القادة بتوع أبطال التاريخ الإسلامي. الارتباط بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، القرآن ثم القرآن ثم القرآن ثم القرآن ثم خلصت الحلقة، ثم القرآن، قرآن فهما وحفظا وتفسيرا والعمل به. جميل جدا جدا اللي كان مجموعة من الشباب بيدربوا الأطفال الصغيرين على جزء، كان جزء عامة، واللي هيعمل صورة يجي يحكي لنا ولو جايزة، ما حدش كان معاه فلوس يقول لك شوف الجايزة ايه اللي هناخدها في الآخر، لكن كان بيبقى ما بينه. وفي الآخر طلعوهم رحلة لرأس البر، يقول لك في الآخر كانت رحلة لرأس البر، بسبب فقط ان هنروح والبحر وهنهيص ونشوي ذرة والكلام ده. بس اعمل آية من اللي انت حفظتها، احنا حفظنا وفهمنا وشرحنا التفسير وقلنا سبب نزول الآيات، قولي الآية دي. فجي حد من الحاجة يقول لك إيه الذين إيه ويبنعون المعون، أنا ما عملتش الآية، أنا عملت عكسها، بس ما قالش الآية يعني، وقال أنا عملت عكس الآية. أخو الجايزة قولوا لا إزاي تعمل عكسها، إحنا عايزينك تعمل الآية، قولوا لا أنا عملت عكسها، ما أنا عملت، أنا عايز جايزة. لحد ما قال إن أنا ما منعتش المعون وديت حاجة ناس يعني سلفها للجيران وهكذا. حلو المعنى ده، واحنا ممكن نبتدي من سن قبل 7 سنين، بعد سن 7 سنين ببتدي اعلى شويه، لكن كله قران. بعدنا عن القران والمنهج والعقيده الصحيحه، تتخبطوا الاهواء في التطرف يمين، تتخبطوا يا اما اقصى اليمين وتشدد، يا اما تسيب الى اقصى الحدود، ينكروا وجود ربنا سبحانه وتعالى، وينكروا الذات الالهيه، وينكروا الاسماء والصفات، وينكروا الدين، وينكروا كل ما هو حاجه يمسح، حدش يقول لي حاجه عن الدين، يا إما يغالوا هو ده ربنا ولا والله وما أمر الله بذلك من سلطان، ويجيبوا أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، هو دوت رأي الشيخ ومش رأي الشيخ وكلام فاضي. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم وأولادنا الوسطية
في العبادة، ونبقى دايما على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، اللهم أمين. آمين. بارك الله فيك دكتورة، شكرا على هذه المعلومات الغنية، نسأل الله أن ينفع بها ويهدينا بها جميعا. جزاكم الله خيرا جمهورنا الكريم، نلقاكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء، رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء، رحابك شع بالأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء.